السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيداير لاباس عليكم؟ ان شاء الله رمضان كريم. اتمنى ان شاء الله تكون هاد 10 الاواخر نكون من الفائزين بها وتقبل الله منا صالح الاعمال. في هذا الفيديو جيت نتقاسم معكم واحد النوع من السمك اللي عندهم كثير من الناس عندهم مجموعة من المغالطات وعلي الشغل الشاغل، يعني مجموعة من النساء او الناس اللي عندهم قلة تجربة في واحد النوع من السمك. وهذا السمك هذا تشبه الميرنا وهو ماشي ميرنا. هذا النوع هذا كما تشوفوا هو كما تشوفوا يسمى الكولا. ايوا هذا الراس ديالو تشوفوه كايا، هذا كبير والشكل ديالو بحال ميرنا ماشي ميرنا. هذا النوع هذا يسمى الكولا، يسمى الكولا هذا تستعمل في طويل شويه، تكون طويل تكون قل منه شويه، تقل منه باش تعرفوا باش نقولوا ما يزرفوكمش او ما يقربوكمش، تكون قل منه او شي حاجه بحال هكا، بحال تقريبا بحال هكا. وتكون هذا من نوع يعني تكون مع المينا عايشه مع المينا، ولكن هذا قلت لكم ما تحاولوش تغلطوا في الاسم. تسمى الكولا، تسمى الكولا هذا تسمى تستعمل بالنسبه للطاجين، بالنسبه للمقله روندي، وبالنسبه حتى للفران. كيفاش نعرفوا الطراوه ديالها واش مزيانه ولا لا؟ بقوا معايا انا نوريكم الطريقه كيفاش. اول حاجه الطريقه اللي تعرفوا بانه جديده ونقيه، اول حاجه تشوفوا العين، كما تشوفوا العين ديالها تكون صافيه. هادو تيكونوش خارجين من الجناب ديالهم، تيكونوا شادين كما تشوفوا هنا في تيبان الطراوه ديالها، تيكون شي حاجه حيه الطراوه كما تشوفوا من هنايا، تيبان هنا تكون شادين، ما تكونش متقب من هنايا. هو كلا تقول حنا وكلا واحد النوع من السمك، وهو ماشي سمك وانما بعض الحشرات تتعيش مع الحوت، تسمى القمله. القمله واعره منها تتعيش من هنايا، تتكون تدخلها من الغانه وتت بحال كنتي تتسمى تتبقى يعني بلا لحم لا والو، يعني وهي يعني قاتله. يعني ردوا بالكم خصها تكون هنا، ما تكونش تقاتلها القمله. هنا تدور شويه بحال هكا بالطريقه هذه، دور بحال هكا تدور هكايا تبقى صامته، ما فيهاش يعني ما وكلاش القمله ما والو، تدوروها لجهه اخرى كما تشوفوا وتلحق الطاره ديالها، تدورها كما تلحم ماشي سبعه تيدخل، تدخل لداخل عاد يرجع باش تعرف بان هادي طريه ونقيه صافي. هو الشوك ديالها تيكون ثاني حاجه، الشوك تكون عادي ما تشوفوا الشوك هو عادي، طريقه تقلال بغا يديروا هاد الكولا اللي بغا يديروها الفران ولا شي حاجه، ان الشوك ديالها يكون عادي وما يكونش مشكل. تقول هنا تكون واكله القمله من هاد الجهه هنا وجيت نغانغ. دابا هادي نقيه ثاني حاجه لا بركة الله تبداو بتنقي ديالها. كيف هي التنقي ديالها؟ اول حاجه تبداو هنايا حيدو النغانغ، حيدوهم وبداو نقصو كاين الطريق عدة الطرق، كاين المشطة، المشطة كاين المشطة خاصة بالتكرار وكاين عادية. تنعز عليا الطريقة هادي، تنعز عليا تسهل عليا، تشد مقص زيرو تسكر تجلطها بحال هكا تمشي معاها مزيان وصافي. تبقى الجناب هنايا تمشي معاهم،
على فكرة باش نقول واحد النقطة مهمة وهي هنايا ناحية هادو راه ماشي شوك، هذا ماشي شوك، هذا بحال القروش ديالها، راه ماشي شوك متجيكش، ماشي شوك، الشوك تكون قدام، الشوك تكون شوك قدام، يعني كاين المقص إما بالمقص ديال الكوزينة كنشارك معكم واحد الفيديو، وإلا بالموس عادي تتمشي معاه كل ماضي كما قلت إينوكس تبقى غادي معاه مشي مشي للجنب حتى يتحيد. صافي تجيو هنايا صالات النغانة هاد تشدو من هنايا وتنجروها للجنب ولا فوق صبا الجلافط هادو يمكن نقصو منهم شويه، هاد الجلافط الشيطين حيدوهم راه ميتلوحوش لانه تيكون ملحم وتيكون نقي، ممكن نديروه حتى هو لاصو كنديروه في اي طريقه. صافي تنغسلوها إذن من بعد ما نقيناها أو تنغسلوها مزيان تغسلو الجناب ديالها كما تشوفو هنايا، يعني جيت الفواد ديالها صافي تكون جاهزة تستعمل فيما بغيتي، إما بغيتو تخلوها الطاجين تخلو الطاجين، بغيتو تخلوها الفران تبقى الفران صحيحة صاينة تدخل الفران بشكل دائري، تديرو تديرو واحد الديكور زوين بحال هكا أو تديرو الإقامة المسائل كلشي، ولي بغا يدير الطاجين تيجي تجي الطاجين تاهي مزيانة، وأنا نستعملها الطاجين الصراحة نعز عليا الطاجين. هادي الطبلة مع لي مندورو بيها ونترجموها تقولو عشكلو روندي هي بلاصة بلون باش تعرفو، باش تعرفو هانتوما تتشوفو هاني بواسون بلون تتشوفو بحال دايرة بحال الميرنا، هي سبحان الله بحال الميرنا، ولكن الطاجين تجي رائعة رائعة. تنطراسيو هكايا وتوجيو الراس. سبع الناس اللي غادي يديروه في الطاجين سيحيدوا العينين، يعني ساهله يا خو سبعوا من سبعنا من تحت من هنايا جي عاوتاني من هنايا مشكل صبيعي تحيد هيا حتى العينين ديالو تنحيدهم، علاش بما تلقوش لنا في الفران او الطاجين ديما تتحيد عين تتعيد تتحيد تدير ديكور. بالنسبه للطاجين عادي غتنقسمو على جوج الراس ديالها لانه ملحم يعني ما تيتلعش الراس، يمكن دير الصوبا كما قلت لكم سنيفر كما تشوفوا راه ما تيتلعش، هذا داير الكولا ما تيتلعش
كله لحم. نشوفوا عاوتاني هنايا، اوكي هنايا الحمانات الحيمات. وتكون هو هذا الشكل النهائي بالنسبة يعني الكولا، تتكون على حسب الطاجين ومقطعة على شكل روندي كما تشوفوا بهذه الطريقة هذه، يعني كما تشوفوا الجيلات روندي و بواسون بلون كما تشوفوا. وهذا الرئيس اللي قلت لكم نقاو تنقاو تقطعو تا هما تيدارو معاهم هنايا، وتيكون الشكل النهائي هو هذا وطريقة النقي ديالها. وكما قلت لكم هذه بالنسبة للناس الطاجين، بالنسبة للناس اللي غادي يديرو الفران عادي تبقى صاينة، تخلى صحيحة تبقى صاينة وتعطي واحد المنظر رائع بالخضر ديالها بكل شيء. وفقط انا جيت نشارك هذا الفيديو باش الناس ما يمشيوش غالطين بالنسبة للميرنا، هذه راه ماشي ميرنا، سيما يعني سيما ديالها السمية ديالها هي الكولا، هذا هو الكولا الناس اللي بغا يديرو شكل طاجين، هذا هو الفرق بينه وبين الميرنا. ونتمنى نشوفوا الطريقه ديالكم واستفدتوا من الطريقه التنقيه والطريقه ديال اختيار يعني حوتة ديال الكولا بالنسبه للطاجين، وان شاء الله تكون المزيد من المعلومات. وعاونونا بلايك وخلينا الكومنتات ديالكم ان شاء الله يكون الخير.